السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصل الفيديو الثاني حول الغنوصية، رغم اللي كثير من الإخوة اتصلوا بيا وطلبوا مني باش نوقف هذه الفيديوهات على خاطر بالنسبة ليهم غير مهمة وغير نجم نقولوا احنا ضرورية. طبعا الأسباب متاعهم كثيرة، فما اللي يقول لك هذه الفيديوهات عبارة على حديث فارغ، وإن الغنوصية ما تختلفش على الأديان وما تختلفش على الأفكار الخرافية، وأنا نحترمهم هما كأشخاص ولكن ما نتفقش معاهم في هذه الفكرة. والبعض الآخر يقول لك إن هناك أشياء أهم، وهو الحديث عن الإسلام أو نقد الأديان بصفة عامة أو الحديث عن السياسة، هي أمور أكثر أهمية من الحديث عن الغنوصية، وهما أيضا نحترمهم كأشخاص ولكن ما نتفقش معاهم في هذه الفكرة. الإنسان ديما وقت حاجة ما يعرفهاش أو ما يفهمهاش يقول لك اللي هي غير مهمة. أنا متفق إن الغنوصية صعبة، صعبة جدا باش نفهموها، ليس كما قلت إنها صعبة بحد ذاتها، بل لأنها سهلة جدا، على خاطر النجم نقولوا إن الغنوصية هي شيء طبيعي موجود في كل شيء في هذا الكون. صحيح إن كلمة الغنوصية أو التعريف الذي عرفت به الغنوصية على أساس إنها فكر باطني وحسب ما كتب عليها يخلينا نغزروا لها غزرة خايبة، وإنها حكاية فارغة وإنها بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الحقيقة، وإنها تحمل ياسر أفكار خطيرة وأفكار خيالية. كثير من الملحدين، خاصة الملحدين الماديين، ينفر من كل ما هو حاجة ما نجموش نثبتوها بالتجربة وبالعلم. أما الأشخاص الآخرين الذين معناتها يتبعون الأديان بصفة عامة أو الذين اتبعوا الأديان يروها لا تختلف كثير على الفكر الديني أو المعتقدات وغيرها من الأمور، وهذا في الحقيقة تشويه لفكر الغنوصية أو عدم فهم لفكر الغنوصية أو أسباب أخرى، فهمت، تخليهم اللي يحبوا يعيشوا على حسب العالم اللي هم موجودين فيه. هذاك علاش أنا نحاول من خلال هذه الفيديوهات باش نحاول نقرب فكرة الغنوصية كما عرفتها أنا، كما أنا عرفتها يعني بمعاملة مباشرة، وكما يقول المثل اسأل مجرب وما تسألش طبيب. احنا قلنا في الفيديو اللي قبل هذه ان الغنوصية تعني المعرفة او الحقيقة، ولكن احنا نعرف ان البشر من اجل ان يصل الى الحقيقة عنده ياسر طرق، وكل طريق يعتمد اسلوب خاص في البحث. عندنا ما يسمى بالأسلوب العلمي الذي يعتمد التجربة ويعتمد البحث والمقارنة والأدلة المادية من أجل إثبات أي شيء صحته أو عدم صحته. هذا الأسلوب ما يسمى بالأسلوب العلمي هو أسلوب يعني حتى حد ما يعارضه وحتى حد ما يشكك فيه، صحيح هو أسلوب يعتمد على القياسات وعلى الأدلة المادية والفعلية، وهو بحد ذاته يعترف العلم أنه نسبي، ما يعطيكش إجابة 100%. وفكرة النسبية بحد ذاتها
تعود إلى الفكر الغنوصي. شفتوا حتى العلم اللي هو علم نجم نقوله واحنا ثابت وبالأدلة وبالتجربة يعود إلى فكرة غنوصية اللي هي النسبية. هذه طريقة من طريقة المعرفة، وأنا لا أنكر أن العلم الذي يعتمد على التجربة والأدلة المادية هو ناجح بنسبة كبيرة جدا في كل ما يخص العالم المادي. مثلا باش نثبتوا شكل الأرض، أو باش نثبتوا التطور الإنساني، أو باش نثبتوا كيف ظهر البشر أو الإنسان فوق هذه الأرض، أو تحرك المجرات والكواكب. احنا محتاجين إلى هذا العلم لفهم هذه الأمور. ما نجموش نفهم هذه الأمور طرق أخرى لو نريد نقرب من الحقيقة. فالعلم ما يسمى بالعلم التجريبي هو ناجح، وهو أكثر واحد ناجح في البحث في كل ما هو مادي وملموس، وهذا لا نقاش فيه، رغم اللي هذا العلم تطور وصل إلى مرحلة من المراحل في البحث أنه بدأ يقترب في فكره من الفكر الغنوصي. هذه طريقة من طرق المعرفة، وكل إنسان هو حر أن يأخذ طريقة من الطرق المعرفة. يعني الإنسان اللي يؤمن إلا بالمادة وإلا بالملموس هو حر أنه يعتمد هذا الأسلوب في حياته، أنه ما يؤمنش بالحب إلا عن طريق تصرفات الشخص الآخر. يعني وقت واحد يقول له نحبك ما يكفيش، لازم تصرفات الطرف الآخر والتعامل معاه تثبت له بالأدلة أن هذاك الشخص يحبه، والعكس صحيح. إذن فهو يقيس ويسير على حسب الأدلة الملموسة والواضحة، وكل ما هو لا يخضع للتجربة وللأدلة الفعلية فهو بالنسبة لي حكايات فارغة وما يتبعهاش. وهذا أسلوب من الأساليب المعرفة. فما الأسلوب الثاني من أساليب المعرفة اللي هي الفلسفة، أو ما يسمى بالتفكير الفلسفي. التفكير الفلسفي كما قلت في فيديوهاتي السابقة هو نجم نقوله مجال يمشي فيه الإنسان عندما ما عندوش إجابة علمية وإثباتات فعلية. طبعا هناك أشخاص ما يعتمدوا كان على الفلسفة في طريقة تعاملهم، يعني كل حاجة يعطيها فلسفة معينة، واحنا نعرفوا اللي الفلسفة هي علم من العلوم يقرب شوية من التخيل، ولكن فيه نوعا ما منطقية في التسلسل. يعني أنا النجم ننطلق من افتراض ونصل إلى نتيجة، وعندما تشوف من بين الافتراض والنتيجة تلقى تسلسل منطقي وواضح. ولكن في بعض الأحيان الافتراض يكون هو بحد ذاته خاطئ، مثلا السببية. يجي يقول لك أنا جيت من فلان، فلان جاء من فلان، فلان جاء من فلان، يعني لكل حاجة في الكون هذه جاية من الأخرى. إذن هذا الكون كله فما شكون أوجده، وهو فكر منطقي يقارن معناتها الواقع وينظر إلى الواقع ويعطيه فكر تسلسلي منطقي على حسب المنظومة كما قلت لكم اللي عايش فيها الإنسان. لأن الفكر المنطقي هو نجم نقوله هو مصباح نحو العلم. يعني فما حاجات مازال ما وصلهاش العلم، تجي الفلسفة أو الفكر ويعطيها أجوبة في انتظار أن العلم يثبتها ولا ما يثبتهاش.
يعني كل حاجة أثبتها العلم، الفلسفة ما عادش تولي عندها أهمية. مثلا عندما الإنسان قبل تفلسف حول شكل الأرض قال إنها يعني مسطحة، علاش؟ على خاطر وقتها يمشي على الأرض ويشوف الأرض ما شافش وما لاحظش إن هي مدورة. ولكن العلم عندما يخرج لبرا وشاف شكل الأرض شافها مدورة. إذن الفلسفة هي رغم معناتها قدرتها لا تخرج على المنظومة اللي احنا عايشين فيها، والفلسفة تتبدل على حسب النظرة للآخر. مثلا نضرب لكم مثال بسيط، نجيبوا زوز أشخاص نحطوهم على شاطئ البحر، تكون الخلف غابة والقدام بحر، وتجي تجيب زوز أشخاص، تحط شخص ينظر في اتجاه كان البحر، تجيبهم مغمضين عينيهم وتشوفوا ينظر كان اتجاه البحر، وتجيبوا شخص آخر من جهة أخرى قاعد مقابله وينظر كان اتجاه الغابة. الفكر الفلسفي ماذا يقول؟ يقول يحكم على حسب المنظومة أو النظرة اللي ننظر إليها. الشخص اللي يغزل البحر ما هوش قاعد يشوف في الغابة خلفه، إذن يقول لك أنا في جزيرة ودائري كله بحر، بينما الشخص اللي قاعد ويغزل الغابة ما هوش قاعد يشوف في البحر، يقول لك أنا دائري كلها غابة. هنا شكون الصحيح وشكون الغلط؟ في الحقيقة الزوز صحاح والزوز غالطين، على خاطر كل واحد حكم على حسب النظرة متاعو، على حسب الموقع متاعو والنظرة متاعو، وحكم على اللي خلفه بحسب ما شاف. هذا هو ما يسمى الفكر الفلسفي، فهو يقول لك كل شيء عنده بداية، إذن الكون عنده بداية. وهذا فكر أو تفكير إنساني نجم نقوله محدود، على خاطر يحكم على الظواهر ويعطيها تفسيرات. هذاك علاش الإنسان وقت مشى على الأرض ما شافهاش معوجة، حكم عليها على أساس إنها مسطحة، بينما الآن معناتها ثبت إنها غير مسطحة وإنها مدورة. إذن المشكلة إنها الأرض كي تمشي فيها تلقاها مسطحة، يعني هو ما كذبش اللي تفلسف واللي شاف واللي لاحظ واللي فكر، يعني تفكير منطقي على حسب ما شاف. ولكن هل هي الحقيقة؟ لا. هذاك علاش حتى الفلسفة تعتبر نسبية لما لم يصل إليه العلم اليوم. أما الطريقة الثالثة في التفكير هي ما يسمى بالمعتقد أو الأديان والمعتقدات. الاعتقاد أو الأديان وغيرها هي تنبع من فكر غنوصي، وهنا باش نوصلوا لطريقة التفكير الغنوصية باش تفهموا الفرق من بين الأربعة أنواع من طريقة التفكير هذه. إلا أن الفكر الاعتقادي يأخذ الفكر الغنوصي ويحط له غلاف باش عامة الناس يفهموه، يعني ما يأخذش الفكر الغنوصي كما هو بحد ذاته. وفي كثير الأحيان شخصية الشخص اللي يجيب المعتقد اللي هو يكون عنده معرفة غنوصية يقرأ الظروف والعوامل اللي حوله وطبيعته الشخصية تأثر في الفكر اللي ينقله للأشخاص الآخرين. ومن هنا نفهموا الأديان اللي ظهرت، سواء الأديان الطبيعية أو الأديان المصطنعة، والتي كانت عندها أهداف
سياسية وشخصية وقومية وغيرها، كما اليهودية والمسيحية والإسلام والزردشتية. هذوما معناتها الديانات اللي يطلق عليهم الديانات السماوية. علاش أنا قلت المعتقد لم أقل إيمان؟ لأن المعتقد هو شيء نعتقد فيه سواء موروثا أو منقولا دون أن نعيشه. كما قلت لكم ياسر مرات، شنو الفرق من بين الإيمان والاعتقاد؟ الفرق من بين الإيمان والاعتقاد أنك تجي ماشي في كياس ولا في طريق ويعرضك واحد ويقول لك راهو في آخر الكياس فما صيد، رد بالك لا يأكلك. إذا أنت ما شفتش الصيد، ما تعرفش الصيد، ما تعرفش اللي فما صيد في آخر الكياس، ولكن صدقت هذا الشخص اللي قال لك في آخر الطريق صيد، فما مشيتش في آخر الطريق على خاطر صدقته. ويجي ولدك ويصدق الكلام هذا، ويجي ولد ولدك ويصدق الكلام هذا، رغم اللي الصيد يمكن مشى على روحه ما عادش فما، ولكن جيل بعد جيل الناس تعتقد ان فما هناك صيد آخر الكياس. هذا هو المعتقد، هذا هو المنقول، هذا هو الخطر. هذه هي الأديان التي لا تتطور، واحنا نعرف الحاجة اللي ما تطورش تتخلف. كل دين مهما كان فهو وليد عصره والبيئة متاعه والظروف متاعه. يمكن هذاك الشخص صادق، يمكن هذاك الشخص صادق وانت تثق فيه وفما صيد في آخر الكياس، ولكن لولادك ولاد ولادك ولاد ولادك ولاد ولادك مازال فما الصيد؟ كما ذكرت قصة أخرى معنتها في فيديوهات السابقة، حول إنسان يخاف على ولده لا يخرج للشارع وتضربه سيارة أو كهرباء، فيجي من الجمش يقول له ما تخرجش للشارع، يجي يخوفه بالغول ولا بالجن ولا بالله ولا أي حاجة أخرى، يقول له كان تخرج لبرا يأكلك الغول، يحرقك ربي بالنار. علاش انت قلت له هذيك الفكرة باش ما يخرجش لبرا؟ على خاطر ما يفهمش معنى الخطر. تصور هذاك الوليد كبر ولا عمره 50 و60 و70 سنة وما يخرجش لبرا، خايف لا ياكلوا الغول ولا ربه يحرقوا بالنار. فنقولوا هذا الإنسان متخلف، لأنه ما فهمش العبرة أو المعنى من وراء تخويفه بالغول أو تخويفه بالإله وبالنار أو تطميعه بالجنة أو غيرها من الأمور. إذن هذا هو المعتقد الديني بصفة عامة اللي هو معناتها مدمر للإنسان، لأن الإنسان يفقد قيمته في الحياة ويتبع ما قد قيل منذ آلاف السنين. وهنا نقصد كل الأديان بصفة عامة، لأن الأديان تنطلق من فكرة أن الشيء مقدس وأن من جاء بهذا الشيء يعني حاجة كاملة ومتكاملة ولا يمكن أن تخطأ، وأن الدين صالح في كل زمان ومكان ويرفض التطور، إذن هو متخلف. هذا ما يسمى بالفكر الاعتقادي. أما الفكر الغنوصي، ورغم اللي أنا متحفظ على كلمة الغنوصية، كلمة الغنوصية شوهت الغنوصية كما هي بالفعل، رغم اللي أنا أركز على كلمة فهم العدم، فهم العدم اللي هو بالفرنسي لونيون، ما عنده حتى علاقة بالفراغ اللي هو لوغيان أو لوفيد، ما عنده حتى علاقة باللوفيد. وهذا اللي نحاولوا باش نفهموه في الفيديو القادم، على خاطر مش ممكن أن نفهم الغنوصية بدون فهم فكرة العدم. الغنوصية تعتمد على فكرة العدم، هي الفكرة الأساسية للغنوصية، واللي هي جات منها كلمة نيرفانا،
في الشرق الأقصى العدم هو النيرفانا، هو الأصول إلى النيرفانا أو الأصول إلى العدم. المسألة هي جدا بسيطة. الفكر الغنوصي كما قلت لكم لا يعتمد على تجارب، رغم اللي ما عنده حتى مشكلة مع العلم، بالعكس يعتبر إن العلم هو أداة، ما يسمى العلم التجريبي هو أداة قياس المادة، وما عنده حتى مشكلة مع الفلسفة، لأن يعتبر الفلسفة هي الطريق لفهم الفكر أو العقل. فهمت؟ بينما الدين، فهمت، هو يعتبر العدو الأساسي للغنوصية، لأن هو غنوصي مشوه مستعمل، ومن هنا تأتي خطورة المعتقد، لأن الغنوصية هي في الحقيقة إيمان. شو معناها إيمان؟ يعني أن المعتقد متاعك، إيمان عشته أنت، مرتبط بالعصر متاعك، يعني أشياء تحكم عليها أنت بحد ذاتك، كما الإنسان يعيش الحب ويفهم معنى الحب، مش كيما إنسان حكاوله على الحب ويطبق في الحب على حسب ما قالوله الآخرين. هذا هو المعتقد، هذا هو الدين. بينما الغنوصية هو أنك تعيش الحاجة كما هي وتوصل لاقتناعات شخصية. الغنوصية تختلف على الدين أنها تتعامل مع الإنسان كما هو، وتتعامل مع الأشياء اللي حول الإنسان كما هي، يعني بما يسمى بالشعور المباشر. ما ليس هناك فكرة الكبت في الغنوصية، ومن هنا خطورة استعمال ما يسمى بالأديان أو الحركات السرية أو الباطنية الغنوصية وفهموا هذه الحقيقة. ولكن شو عملوا هما بالضبط؟ إنهم خذوا الفكر الغنوصي طبقوه على رواحهم هما، وخذوا الحرية بتاعهم وعاشوا حياتهم، بينما أعطاوا معلومات للناس غالطة باش يكبتوهم وباش يستغلوهم وباش يستعبدوهم باسم الفكر الغنوصي أو الفكر الباطني. والناس مع الأسف يعني قدسوا هؤلاء الأشخاص ورجعوهم أرباب وقاعدين يتبعوا فيهم، والمشكلة أنهم تبعوهم في الماضي ويربيوا أولادهم باش يتبعوا شنو قدسوا أجدادهم، وهذه مشكلة جدا خطيرة، لأن في الحقيقة يعني الإنسان يعني وجوده في هذه الحياة هي فرصة لكي يفهم الحياة كما يفهمها هو، ليس كما قيل له أبوه أو جده أو جد جده. كما قلت لكم في القرآن هناك كثير من الآيات الغنوصية، حتى في التوراة والإنجيل والكتب القديمة هناك، ولكن مع الأسف أخذت بعض الآيات وأضيفت عليها آيات من أجل استعباد الناس واستغلال الناس باسم الغنوصية. مثلا الآية اللي تقول وجدنا آباؤنا على ملة وإنا على آثارهم تابعين فأولئك أضلوا السبيل. عندما ناخذ هذه الآية بوحدها، معناتها أنا نتكلم على خطر، نتكلم أكثر اللي يسمعوا فيا هما مسلمين أو من أصل مسلم، هذه الآية هي آية غنوصية بامتياز، اللي ترفض التبعية وترفض الفكر النقلي بالمفهوم النقلي كما هو جامد. هذه الآية تقول لك ما تتبعش الآخرين، فكر عيش حياتك. ومن هنا نفهم أن الفكر الغنوصي هو فكر فريد من نوعه، ولكن ما لازمكش تفهمه بالمفهوم اللي يكتبوا عليه، لأن كما قلت لكم الغنوصية هي ما هيش قراءة أو علم،
هي حياة، أنك تستمتع بهذه الحياة وأنك تضيف شيء في هذه الحياة. الغنوصية تعتبر اللي الحياة هي تجربة تدخل بالولادة وتموت. خلال هذه المرحلة لازمك تعيش حياتك وتجرب وتعرف وتفهم وتعرف ما هو باهي وما هو خايب، عن اعتقاد، عن اعتقاد وإيمان، مش على خطر قالوا لك هذاك الشيء حرام انت تمشي تطبقه وتسكر فمك. لازمك تفكر وتشوف وتعيش وتعرف. مثلا نضرب لكم مثال معناتها بسيط، فما اشياء موروثه ثبتت صحتها وما يحتاجش نجربوها. مثلا السرقه، السرقه حاجه خايبه جربوها قبل، فهمت؟ والناس الان اللي يعيشوا توا يعرفوها، كل انسان تقول له على السرقه يقول لك خايبه، ان السرقه خايبه. مثلا بالعلم، بالعلم يعني يجي يقول لك مثلا الانسان عندما يتعدى على الاخر وياخذ له الملك متاعه يعتبر علميا وفلسفيا شيء غير مقبول، دينيا يقول لك حرام وسكر فمك، يعني حرم لك الشيء وما يقول لكش علاش، على خاطر الله ما يحبش هذاك الشيء. بينما الفكر الغنوصي يعتمد على التجربة الشخصية. علاش السرقة خايبة؟ تعرف السرقة خايبة عندما يسرقوك وتحس أنت اللي سرقولك مثلا فلوسك، عندك 100 دينار ولا 200 دينار وسرقوهم لك، هنا حسيت شنو هو الألم، كيفاش معناتها هذيك الحاجة سرقوها لك. هنا تفهم أنت طريقة طبيعية جدا أنك أنت وقت تسرق واحد آخر هو باش يحس اللي حسيت أنت. هذا هو الفكر الغنوصي. صحيح يقولوا أنه صعب جدا، ولكن لأنه واضح باين، المعاملة بالمثل، يعني ينظر للأشياء كما هي بدون تفلسيف وبدون ضوابط وبدون علم وبدون حد شيء. يعني وجودك في هذه الحياة هي تجربة، ليس بالكبت. الغنوصية تحارب الكبت، لا تؤمن بالكبت، تقول لك عيش التجربة وشوف انت. كان ماكش مقتنع اللي السرقة خايبة، فهمت؟ عيش، خلي نهار يسرقوك وتشوف شنو معناها السرقة خايبة ولا مش خايبة. إذن الوصول إلى الحقيقة، لخص الفيديو هذه، إما عن طريق العلم والذي هو يعتمد التجربة والأدلة، وفي الحقيقة العلم لا يستطيع أن يتجاوز ما هو ملموس، أو عن طريق الفلسفة وهو مرتبط بالفكر وما يسمى بالنظرة البعيدة في التفكير والتصور المنطقي، والمنقول اللي هو الدين بصفة عامة أو المعتقد، والغنوصية اللي هي تعيش الحاجة كما هي، تشعر بالحاجة وتفهمها كما هي، يعني ما يسمى بالتعامل المباشر في كل الأمور. والفكر الغنوصي يعود إلى كل هذه طريقة المعرفة. يعني تنجم تعرف اللي السرقة خايبة عن طريق العلم والدراسات والبحوثات وأسباب معناتها المشاكل اللي تسببها السرقة، تنجم تعرف السرقة خايبة عن طريق الفلسفة والفكر، تنجم تعرف السرقة خايبة عن طريق التحريم، وتنجم تعيش تجربة السرقة أنك تسرق وتفهم اللي السرقة خايبة. هذه هي ما يسمى المعرفة عند الإنسان، هي إما العلم أما الفلسفة أما النقل يا أما الإيمان، النقل يعني المعتقد أو الإيمان، أنك تعيش التجربة هذه، أنت موجود في هذه الحياة باش تعيش التجربة. إذن هوني هذه معناتها نجم نقولوا فيديو ثانية مقدمة للأشخاص اللي ضد هذه الفيديوهات، ونقول لهم اسمعوا حتى للآخر وحاولوا باش تفهموا. ما يعجبكمش الفيديو انتم أحرار ما تشوفوش،
أما حبيت نقول لكم اللي الفكر الغنوصي الأصلي اللي احنا عايشينه كلنا غنوصيين، كل شيء في الوجود هذا غنوصي، بمفهوم كل شيء في الوجود هذا يشعر ويحس. صحيح طريقة الإحساس تختلف من شخص إلى آخر على حسب الوعي والتجربة. إذن الفكر الغنوصي يقول إن الوجود هذا، نعم ما يسمى بالوجود اللي احنا موجودين فيه، هو وجود فعلي اللي هو يعتبر العدم. فهمت؟ إذن الفكر الغنوصي يعتمد على أن الوجود ليس وجود مادي فقط، وهنا نرجع للثنائية، وهذا باش نحاولوا باش نفهموه في الفيديوهات القادمة. في الفيديو اللي قبل هذه حكيت لكم على الثلاثة، ولكن فما معنى اثنين في الغنوصية ومعنى الواحد، وكل حاجة عندها معنى كما قلت لكم، لغة الأرقام ولغة الموسيقى ولغة الشكل أو الرسم هي لغات غنوصية. إذن الفيديو القادم باش نتكلموا على مفهوم العدم في الغنوصية. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.